شفت الفلوس في تعبان؟ يلا يا اخي استفر الحرام. يلا 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 ما بعرف يا جماعة اعطونا هدول الأشياء بس ما بعرف مشان شو بس مهم للحماية يلا عشرة 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 شباب يلا أنا بمشي سرعة عشرة راح يطلع برا اللعبة سرعة عشرة يا جماعة الخوذة قاعد تتحرك وبتطيح يلا شد يمي وشوف شوف حبايبي سرعة عشرة يلا بيسانا بيسانا شو هاد انت يعني اقوى بنت هون نوار نوار يلا 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 كل الصلاة خمسة خمسة الهين كل هذا بفكر اوف اوف شو هاد تحدي لا الهين بس اول التحدي لسه في كتير تحديات يا عطريق جاهزين انا بتقول جاهزين اذا ما بتقول جاهزين بعرف خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرين ناين ضرب ايش شو ضرب ناين تايمز ايت تسعة ضرب سبعة يا ابن اللذينة لحظة بعرف كمل 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 بطل عندي كلام فكرة أصادة ما جاوبت لأن الشعور جدا حلو. 10 ضرب 11 111 110 بيسان عندك 5 ثانية شو السؤال يوسف 13 في 37 لا 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 بس يلا واحد لا اثنين لا 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 جمال اوكي جايز نور بدي ماي جايز انا سبعة ضرب ستة سبعين شو شوف النغمي ما يعني انا حارب بس مش بعيني بس حد الضرب بس شو ما بعرف النغمي ما يعني شوف انا تعطل عندي لانه دخل عليه مي فراح اخذ كاميرتي واروح عند واحد تاني بسان شو شعورك زفت زي الزفت زفت حار يا اخي حاسس ان انا افوز تعبان شوي مو متعود على ركض بس ان شاء الله بالتركيز بتفوز ان شاء الله بالتوفيق ليش اكدينك انت لا عشان بحمد ربنا ان المي ما جتش عليا لسه ما بدينا لعب انا كنسه بتحكي يا جماعه كنستك بتحكي هاي كلها مي مش عرق هاي جايز عجل جايز لانه نور هار الناظر الله كبير اوكي
دقيقة بس قبل نبلش الفيديو، إذا أنت بتحب تفوز 10,000 درهم أنا بتسوي giveaway guys. كلكم لازم تروا باللينك بالدسكريبشن وأنا بتقول كيف بعمل هالgiveaway. صار وقت الجد، الكل حط السرعة على 8 وأول 5 أشخاص بيتعبوا راح يطلعوا برا اللعبة. يلا 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 8 يلا يلا يلا. بيسن بيسن 8 يلا 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 يلا. لا 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 لا. جايز بيسان برا. حصة السرعة لازم تصير على 9. يلا ركز 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 ركز. ما شاء الله عليك. ما بدينا. أنت مو تعب أسنان. أنت كل يوم ركز بعرف. يلا حبايبي الكل سرعة 10. أول 5 أشخاص بيتعبوا راح يطلع برا. لا. أنت برا برا. حبيبي تعالوا نشوفوا بيمشوا 10 ولا بيكذبوا علينا. 10 10 10 10 10 10 10 حبيبي والله الكل كفو كلهم بيمشوا 10. جايز كمل كمل كمل. حبيبي 30 ماكينه تركت شغاله، الكهرباء انفجر تنفجر صار عليها ضغط، كل الماكينات وقفوا. يلا يا جماعه الكل يرجع لمكانه بليز. صار الوقت ندخل حامد، وانا متاكد انه حامد راح يفوز ب 10,000. حامد راح يلعب معنا بالتحدي. حامد 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 حامد. ايش حامد؟ ماني يا حيوان ماني. برافو برافو عليك. اول شخص بده يطلع حتى راح ياخذ 100 درهم. 1000 درهم بطلع. لا 100 درهم. طيب 200 درهم. طيب 300 درهم. اوكي اوكي جايز. هلا يلا شوفوا جايز طلع برا. كل شيء ممكن مع فلوس. اي جايز كله بسرعه 10 كله 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 كله. احمد ما شاء الله جايز انا كل يوم بتروح جيم مع احمد. بعرف ها بعرف شو بتسوي. الحين تحدي الثاني، انا بلعب حجره ورا مقص. اذا ما بتفوز لازم باكل فلفل. حجره ورا مقص. يلا ها فلفل. يلا يلا كمل كمل كمل. حجره ورا مقص. حجر ولا مقص. يلا جو يلا نور. لا انا عندي حساسية. يلا حجر ولا مقص. اذا بدي برا برا. لا ما بده ما بده كثير. بدي ثاني ولا لا؟ مي 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 بالله عليك. شفت الفلوس اللي بتعمل؟ في عنا بنت طلعت برا. حبايبي بنتي خسرت وطلعت برا التحدي. يلا برا باي. لا كثير حلو كثير حلو. عنده حساسيه الزلمه حيموت. مي 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 جايز نور بصراحه عندك حساسيه لفلفل. حجره ورقه مقص. اوه برا. هو سايمون بس احسن من نص العالمين هون. اذا اي حدا حتى السرعه 9 برا. حبايبي نور مار تعب واصابته حساسيه من الفلفل. والله كفو نور. كفو نور. نور خلاص 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 خلاص. لا انا بدي اروح برا. لا انا برا. واحد ثاني خرج برا معانا هنا بتعطيكم تعب. اذا اي حدا حتى السرعه 9 برا. حبايبي نور مار تعب واصابته حساسيه من الفلفل. والله كفو نور. كفو نور. نور خلاص 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 خلاص. لا انا بدي اروح برا. لا انا برا. واحد تاني خرج برا معانا هنا بتعطيكم تحدي جديد تقدر توافقوا عليه بتقدر ما توافقوا. بنلعب حجر ورقه مقص. اذا بتفوز بتاخذ 200 درهم واذا بتخسر بتطلع برا. لا كله سرعة 10 يلا. لا ليش برو جايز. واحد تاني بترو برا. اقوى تحدي باللعبه. انا راح امسك الكره وارميها، اللي ما بمسكها راح يطلع برا. فش انا راح ارمي صدفه. والله 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 احسن واحد بالركز جايز. انا اسف. الله عليك حبايبي مش طبيعيين. صار لهم 3 ساعات بيركضوا وما تعبوش. انا اسف رفيق احمد روح برا. حبايبي يعني مش باقي غير بنت واحدة مش راضي تتعب، يعني مستعدة تنشل بس تفوز. اوه لا لا يا زلمة لا خلص؟ لا لا أنا خلص. 5 أور. أنا بفكر هو بتقول أنا بتروح برا بس تقول لا أنا هون 5 ساعات. 6 من 8 شخص أحمر. أوه الفريق الأحمر.
هو الشخص بتقول اعطيني 200 انا بترو برا. جايز هو برا. يا حبايبي شوفوا شو صار بالعالم، بده علاج ب 100,000 هسه عشان 200 درهم. خليها 5 والله حرام. لا ما في حرام. 5 بس 5. اذا 5 ما في هذا الريكوايرمنت. لا لا بس 5 1 منت. لانه انا بدي ساعدكم فيكم تحطوا رقم 5 لمده دقيقه. جو 5 جو 5. لانه انا تواصلت لهم عند ما وخليتهم 5 والله حرام. كلكم بسرعه 5. بتخيلين معي انه هاي الساعة كانت ملانة ناس وحاليا فاضية. شوف شوف حبايبي ان شاء الله تلبين. انت اوكي؟ اوكي؟ شو لكم 10؟ قاعد بصراحة هذا الشخص كثير قوي لانه هو 100 كيلو يعني كلها يعني ما عنده اي شيء. هو ما شاء الله عليك. هذا وزنه وقية، هذا نص وقية، هذا كيلو، هالبنت نص كيلو. قاعد شو شوف الغش، ها اثنين اخوي واثنينكم بتفوز على ماراثون ما بعرف شو. شايفين كانوا يوصلوا لمرحلة الموت، فاحنا اعطيناهم 10 ثواني راحة. اوكي جايز الحين انا بتقول كل هذا بسرعة واحد بس، هو البنت ما بعرف عندك تكتيك غير يا شباب. تكتيك بجنن. اضطرينا نعمل تحديات كثير قوية لأنه الشباب مش راضيين يتعبوا صار لهم 4 ساعات. مو بجيبته رح يكون 6 أرقام، رح يحط بكل جيبة شخص رقم، واحنا رح نعطيهم 6 أوراق، كل واحد رح يكتب رقم، أكثر رقم بينكتب بيكون جوا جيبة حدا رح يطلع برا. اوكي اكتب رقم. اكتب شيء بين 1 ولا 6. هو بخاف يعني بخاف. اكتب 2 هي 1 4 1 2. اكتب رقم بين 1 و6. ليش كل هذا بخاف؟ عادي 3. تخيل ها رقم ممكن اخوك ممكن هالبنت بين 1 و6. اوكي رايت فايف. اوكي جايز هو ما شاء الله جايز الحين فين يا فاكر اول رقم ان شاء الله خير. فين يا فاكر اوكي جايز الحين كل هذا عندك رقم. اوكي يلا افتح الرقم. اوكي جايز اذا ها 5 اول واحد بيطلع برا. 5 حرام ما يطلع. 2 جايز انا بخاف. ها 2 يعني عادي بالتحدي. يلا افتح الرقم. شو الرقم شو الرقم شو الرقم شو الرقم 4. كمل 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 كمل. باقي 4 شخص وواحد اكيد بترو برا. اوكي خلي ها لاخر شخص. انا في هس ممكن ها ما بعرف. حرام لا انا ما بخاف انا ما بعرف. لازم افتح الرقم. يلا بسم الله جايز انا بخاف. افتحي ما اقدر اشوف ما اقدر اشوف. هذا الجد. 3 يعني ممكن ها ولا ها ولا ها. جايز اوكي اوكي جايز اوكي. شو 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 5 ولا لا؟ لا 5. 5 والله جايز بصراحة انا ما بعرف اي شيء بس بحس بس انا اسف بس شوف اخوك بالتحدي.